بعد انتظار طويل، إذن بدأت شركة النفط اليمنية توزيع الوقود على المواطنين عبر محطات العاصمة المعتمدة، إلا أن الإقبال يبدو كبيرا على المشتقات بسبب أو سبب طوابير طويلة للسيارات في الشوارع التي تتواجد فيها محطة الوقود. انتصار جديد من وجهة نظر المواطن البسيط. المشتقات النفطية حلم انتظره الملايين منذ أكثر من 3 أشهر دون الحصول عليها، وبعد جهد جهيد من شركة النفط اليمنية وصلت المشتقات وبدأ التوزيع لها في أمانة العاصمة. الحمد لله وصلت المواد وبكمية كبيرة وتوزعت في معظم محطات الأمانة، بس احنا اللي نتمناه يعني إن شاء الله أن المواطن يتعاون معنا، هذا أهم شيء. المواد موجودة، نشتي بس التزام بالنظام وبالتعليمات وإن شاء الله تغطي الأمانة بإذن الله. نظام أعده فرع أمانة العاصمة تم تعميمه على كل محافظات الجمهورية، يصبح التدافع في محطات بيع الوقود ظاهرة وقتية تنتهي أمام النظام المعد. المواد موجودة بكفاية، نرجو عدم التدافع. قيادة شركة النفط تعمل على مدار 24 ساعة في الميدان. المحطات تقريبا فاتحة بنسبة 98% من محطات أمانة العاصمة شغالة اليوم، وبحسب النظام السابق طبعا سيارة الخصوصي والأجرة والسيارة النقل كلنا على هدى، ونرجو منهم عدم التدافع مرة أخرى. إجراءات وتنسيق حصل عليه الذكر والأنثى بنوع من الخصوصية التي انفردت بها إدارة الشركة في أمانة العاصمة كنموذج لكل الفروع، فالمرأة هي الأخرى تحملت أعباء الطوابير والنظام. والله نحن لا حد الآن بلانا. ليش؟ مرينا البترول. من أمس الليل. من أمس الليل والله. الاهتمام بحق المواطن بمنع التدافع ورفع الوعي الأمني والاقتصادي لديه هو الحافز الذي من أجله يعمل موظفي الدولة، سواء في الجانب المدني أو العسكري ضمن طاقم فرع الشركة لأمانة العاصمة. بدأ العمل معنا من اليوم الصباح. الوضع عندنا يعني جدا يعني ممتاز جدا جدا، ونظام نظام يعني النظام قاسي اليوم، ممنوع المعاكسة، ممنوع الدخول، ممنوع الخروج، الكروت نوزعها على سيارات التعبئة من 6 لتر، يعني نظام اليوم مميز، واللجنة الأمنية والشرطة العسكرية كل واحد يدي واجبه على أكمل وجه. نأمل من المواطنين الالتزام بالهدوء والتعليمات الصادرة من شركة النفط وعدم الاندفاع، لأنه كان فترة الانقطاع كانت كبيرة، فيكون الاندفاع بشكل كبير بحيث أنه كل واحد يمون أكبر كمية يقدر عليها، بس نأمل من المواطن أنه يأخذ قدره. مباركة وصول المشتقات النفطية كانت واضحة في ملامح الوسطاء الذين وقفوا في طوابير الانتظار حتى مر القطار وبدأ المسار. محمد جميل، اليمن اليوم. هذا وقد استبشر المواطنون ببدء عملية توزيع المشتقات النفطية، آملين من شركة النفط استمرار ضخها خلال الأيام المقبلة والقضاء على الأزمة والسوق السوداء التي أثقلت كاهلهم. الحمد لله وصلت الكمية منتصف الليل الساعة 2، وبدأنا العمل من الساعة 6 اليوم الصباح، وكل شيء الحمد لله على ما يرام، الأمور منظمة. الكمية 30,320. أصبح شعور المواطنين اطمأنوا مع توفر المشتقات النفطية، وهذا يدل شيء إن شاء الله تبارك إن شاء الله تعالى، كل ما توفرت المشتقات النفطية كل ما أدى ذلك إلى استقرار نفسية المواطن، لأن كل شيء متعلق بالمشتقات النفطية النقل. شعور المواطن وشعور كل الناس مشوق، لا واحد ولا اثنين، الشعب اليمني كامل عندما يشوف الحاجة هذه توفر المادة هذه في بتضرب السوق السوداء كامل بدون أي قيد أو شرط. يا أخي شعرنا والله بارتياح شديد نتيجة توفر البترول، ونتمنى أن تنتهي السوق السوداء نهائيا من اليمن بالكامل. الحمد لله اليوم توفرت المشتقات النفطية في جميع محطات أمانة العاصمة، ونأمل من شركة النفط الأمل الكبير بالتوفير المشتقات النفطية والعمل الكثير في انعدام السوق السوداء. البترول توفر اليوم، هذا التريلات اللي نقلت فرغنا 22,000 لتر حولوا لنا احنا، بس واحد محضر معانا 2 دقايق، ونشتي من الاخوان المواطنين عدم تخزين البترول، اينما هذا ارفع 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 الوضع ما يتحملش.